The United States has shipped over 100 million doses of vaccine to 60 countries worldwide and is the largest donor to COVAX, with $2 billion already donated and an additional $2 billion pledged. قدمت الولايات المتحدة أكثر من 100 مليون جرعة إلى أكثر من 60 دولة حول جميع أنحاء العالم، كما أن الولايات المتحدة هي الدولة الأكبر تبرعاً لمبادرة كوفاكس من خلال تقديم 2 مليار دولار والتعهد بتقديم 2 مليار دولار أخرى إلى كوفاكس. Through COVAX, to date, 300 million doses have been distributed worldwide, including over 6 million to Egypt. من خلال مبادرة كوفاكس تم تقديم أكثر من 300 مليون جرعة إلى جميع دول العالم، من بينها And more vaccines will soon be on their way to Egypt from the United States. كما أن هناك المزيد من اللقاحات التي ستصل إلى مصر قريبا من الولايات المتحدة.